عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج رجال من الكويت. في هذه الحلقة نلتقي بضيف من ضيوف هذا البرنامج، وهو ضيف نستطيع أن نقول هو من رجالات الكويت الذي قدموا الكثير في أماكن عمل مختلفة، وكان آخرها أحد وزراء الحكومات التي ساعدنا وقدمت لنا الكثير. ضيفي في هذا اللقاء هو السيد بدر ناصر الحميدي. حياك الله معانا أبو ناصر، ونحن سعداء بهذا اللقاء. وأنا سعاد سعيد أكثر إن شاء الله. حياكم الله، سهلا مباركة. الله يبارك في عمرك. بداية لابد أن نتوقف عند متى كانت الولادة وأين؟ والله الولادة أنا كانت لما كان والدي الله يرحمه مسافر الهند، وكانوا طالعين الربيع على حسب ما بلغت فيه، يعني في الربيع في الفنيقيس عندهم بيت يدي عبد العزيز، عنده أراضي هناك وحاط مخيمين في فنيقيس. فالوالدة الله يرحمها كانت حامل فيني يعني بآخر هذا، فولدت هناك. حتى إن عندي أنا أخو بالرضاع أحمد الزواوي، كانت هي موجودة هناك، فوالدتي يعني الظاهر الحليب مالها ما كان كافي لي. وكان أنا كل الكويت كذي وكنت تقريبا. أطلع هذا، فكان أحمد الزواوي كان هو أخوي بالرضاع. بالرضاع. أي مرحلة من الدراسة بدأت وأين؟ أنا بدأت في يعني على وقتنا لم تنشأ الروضات، يعني في شبه الروضات مثل المثنى، كنا مدرسة المثنى، وكان يدرسنا الله يرحمه أحمد النشمي، والله يرحمه أستاذ قابل خطيب، وبعض المدرسين من الدول العربية. قصدك محمد النشمي؟ محمد النشمي. محمد النشمي. محمد النشمي. نعم. ويعني ما أعي هذيك الفترة يعني، ولكن كانت فترة تلازم إن إحنا نام الظهر هناك، ويعطونا الوجبات بين هذا. وأتذكر إن كانوا يبون بالسطل التفاح والبرتقال، ويعطونا إياه يمرون علي يعني هذا. اللبس كان يعطونا إياه، الهدوم يعني كان لبس مميز حقيقة. يعني كان عصر مميز، عصر الحقيقة يعني. أنا أسميه الانفتاح، يعني حتى لما شفت أنا أخواني هني عندنا بشويخ في الروضة هني، دائما أسرة كبيرة وكان حتى الروضة ينامونهم الظهر إيه وكذا. هذا نعم. هم بالروضة هني ينامونهم الظهر، مثل أخوي بندر وأختي بدرية واللي كانوا بزمن الروضة هذول، ساعتين ثلاث ساعات ينامون وبعدين يجونا. فكان حقيقة يعني وقت يسمونه، فهذا الوقت اللي أنا قاعد فيه بالروضة، بال يعني مرحلة مرحلة ما قبل المثنى. الابتداء. بعدها انتقلت، طبعا انتقلنا إلى شويخ، منطقة شويخ يعني، فكانت مدرسة القزالي موجودة ولا تزال موجودة، درسنا فيها الابتدائي. وبعد الغزالي انتقلنا إلى مدرسة الشامية اللي يسمونها مرحلة متوسطة، مدرسة الشامية لا تزال موجودة مدرسة الشامية. خلصت مرحلة متوسطة، من ثم ذهبت إلى ثانوية شويخ لمدرسة للثانوية يعني. فكان اختياري بين الأدبي والعلمي، فاخترت الأدبي. خلصت ثانوية شويخ، هنا الميزان يعني هل الجامعة أم هم الجيش. أنا كانت لي رغبة بالطيران، أحب الطيران العسكري وليس المدني يعني، فكانت لي رغبتي فرحت الطيران. الطيران العسكري. الطيران العسكري طبعا خارج الكويت أكيد دراسة. أول شيء إحنا يعني كمدرسة أول مرة يجربون الكويت سلاح الطيران طيارينها بالكويت. يعني بعد ما علموني على مبدأ الطيران الأولي وهذا، وطرت أنا بروحي بالطيران هذا، من ثم خذونا على إنجلترا، وبعد إنجلترا هم أمريكا على سكاي هوك يعني على أوبريشن تدريب يعني. تدريب هنا. طيب في هالمرحلة بعد ما خلصت التدريبات والدراسة وهذا، قطعا تدرس لازم تشتغل في الطيران.
اي اشتغلت الطيران العسكري ولا المدني؟ لا لا لا، انا كنت طيار حربي عسكري. حربي. اي طرت على سكاي هوك والهوكر هنتر والبي اس 167. بعد الطيران يعني انا حسيت اني انا مليت، يعني اول شيء لخطورته، ثانيا ام ناصر الله يحفظها يعني جاها ولد ناصر وبدأت تحن علي، لازم ما تطير ما تطير ما تطير، تقول كله قلبه قلبي. خوف. اي وانت رايح هذا تشوف تطيحوا طيارات يعني. ايه الله يحفظك. فذاك اليوم قررت يعني، حتى ان كان وقتها الشيخ سالم الصباح سالم الله يرحمه وزير الدفاع، وزعل علي لان انا من اروح لهم كثير يعني معاهم وصديقي يعني، ولكن قرار كان اخذته يعني. واول مره انا اللي يعني تقبل استقاله انا واستقاله خالد الروضان، هم طيار كان يعني، كان اي نعم. لان تعرفين الطيار خسروا عليه مبالغ كبيره يعني بذاك الوقت لو يعني. كان كنتم مميزين وقلة اي فيعني نعم، كنا نعم. قله وكنا هذا، وبعدين يعني هم كنا مكلفين الدوله يعني هذا، لكن غاري يعني خلاص انا وصلت الى درجه التشبع يعني. إيه انت ما دام حققت رغبتك في اي بس البداية و انتهى الامر من عندي انا، فعجزوا يعني مني وهذا، فطلعت من سلاح الطيران. نعم، اتجهت بعد ذلك إلى يعني اشتغلت في سوق الأوراق المالية اي ولا انا طبعا بحكم عمل ابوي الله يرحمه وتجارته بالعقار، وكذلك اخوي بندر معاه، وعندنا مكتب بالبورصة يعني مكتب لبيع الاسهم والاسهم هذا، فبديت اتجه الى هذا العمل. حضرت ندوة في عملت سيمينار في نيويورك عن بورصة نيويورك هناك، فبدأت أتأقلم بالعمل الاقتصادي اللي بالعقار. هو طبيعة أهلي وطبيعة معهم، معهم. فدشينا بهالمجال هذا يعني. أعتقد أيضا مسكت شركة التمدين العقارية هذه، أي هل أول هي شيء شركة أي خاصة أول أم؟ شيء أنا كنت ماسك شركة الكويتية الوساطة المالية اللي هي نملكها احنا مع 3 أشخاص من الأخوة الكويتيين معانا. وبعدها عرض علي في شركة تمدين. شركة تمدين الحقيقة لم تعرض علي بالطريقة هذه، كانت هي شركة تمدين من مخلفات سوق المناخ وشركة الفينار. تم تعييني مستشار في الهيئة العامة للاستثمار لأدمج شركة التمدين مع الفينار، وهذه أول اندماج بين لشركات شركة. بتاريخ نعم الكويت يعني. نعم فاخذت 6 أشهر على ما دمجت التمدين والفنار، المفروض ان عملي ينتهي بالدمج يعني هذا وتنتهي هذا. فالله يرحمه غمد روحه الجنه جاسم خرافي كان وزير ماليه، فقال له ابيك تكمل بالتمدين العقاريه وتمسك التمدين العقاريه، وفعلا مسكت التمدين العقاريه يعني. وطورناها وبنيناها يعني ومشينا هذا حتى الى ان يعني كملنا مسيرة هذا. يعني. بعدها كنت يعني الاستثمارات أعتقد مكثت فيها مدة طويلة، اي شركة 8 سنوات يمكن. اي شركة استثمارات عندنا. وبعدين هو دائما يعني انا كان يعني روحي وقلبي وهذا بالاستثمار، سواء استثمار مالي او العقاري يعني، هذا هدفي وهذا اتجاهي وهذا. فكنت عند التمدين العقارية، فدخلنا في مجلس إدارة اتحاد ملاك العقارات اللي يرئسه الله يرحمه يغمد روح الجنة الشيخ ناصر سعود الصباح، الله يرحمه. وهذا كان طريقه حق مجلس البلدي نعم يعني العملية هي هذه. هذه. اي اي فكل هالامور هذه يعني ثبت مع بعض، بس كان حبه وشغفي بالعقارات بالعقارات والاقتصاد يعني. أيضا. الوساطة المالية اللي هي من عام 96، كيف هذه كانت ال هذا قلت لك حنا نملكها. بعدين بعد ما طلعت من التمدين رحت في شركة مسكت، رجعت على شركة الكويتية للوساطة المالية هذه، رئيس مجلس إدارتها. هي تعمل شركة وساطة مالية تعمل في سوق الأوراق المالية لبيع وتجارة الأوراق المالية وتداول الأوراق المالية يعني، شركة مقفلة وعندها موظفينها وعندها تداولها. بعد ذلك مثل ما هذا كلمني الشيخ ناصر الله يرحمه، قال لي أنا ودي إنك أنت تصور في مجلس البلدي، أنا شايفك إنك أنت نشيط والأمور هذه كلها.
فقلت له والله انا بلدي وعينه، يعني مم. اي شيء اي شيء في خدمه بلدي انا مستعد، يعني هذا نعم بلد لازم واحد يكون معطى له نعم مهما يكون، مهما تكون ما نقدر احنا نرد اللي اعطتنا اياه يعني فلان. فقال لي خلاص انا يمكن اكلم الشيخ سعد بشوفه اذا كان هذا. انا والله كنت في القاهره واتصلوا فيني كان يقولوا لي ترى يعني اذا انت تقبل راح تكون عضو في مجلس البلدي، كان مجلس بلدي لا قوه يعني لا انياب يعني ايه يعني خمش ايه صاحب قرار يعني ايه عنده قرارات هذا. ف قلت لهم توكلوا على الله. فجيت مجلس بلدي فطلبوا مني الاخوان ان اكون رئيس اللجنه الفنيه. والحقيقه هذه اللجنه الفنيه في المجلس البلدي هي المطبخ الاساسي للكويت كلها، سواء بالسكني بالاستثماري بالتجاري بتحديد المناطق، يعني هي تمسك الكل بالكل. والحل ولله الحمد عملنا يعني في هذه انا مع اخواني الاعضاء بدأنا في العمل هذا وسوينا المشاريع، حتى الشيخ صباح يقول بس شبعتونا على مشاريع يعني في بالنسبة للإسكان بالنسبة لي يعني كثير من هذا. فهذا بالنسبة للمجلس البلدي. تعتقد أنت ذكرت أنه كان المجلس البلدي، بمعنى هذا أنه الآن شو اللي أثر أن تتغير سياسة المجلس البلدي؟ شو مجلس البلدي يعني هو الأفضل ويفرض نفسه يعني أن يكون قانونه ملزم وله قانونه الوحيد، يعني هو الوحيد يعني هو اللي يضع قوانين. لكن للأسف يعني تحول الميثاق مع المجلس البلدي إلى ميثاق يعني أعمال مصالح، ويعني ما كان مو هذاك المجلس اللي كان يعني يضع القوانين قوانين قوانين ما تطبق وهذا. فتحول مجلس بلدي إلى بس تنفيذ تنفيذي، يعني نستطيع أن نقول الآن حولوه إلى بس مجرد تنفيذي، يعني هو يعني ما له سلطة، لأن في السلطة القرارات. عند وزير البلدية، يعني نعم لأن بذاك الوقت ما كان في وزير بلدية. نعم البلدية. فكان من الطرف اللي احنا شفناها بالمجلس البلدي، كنا رايحين منطقة إيران في أصفهان رايحين هذا، وأنا كنت بترأس الوفد هناك. فودونا على النهر في اصفهان وفي فاكهه وهذا يسمونه. فرئيس مجلس بلدي مال اصفهان قال لي انا ابيك بكلمه شخصيه. انا قمت احاتي، قلت هذا شخصيه لا يكون بيخطب مني ولا شيء ولا هذا، يعني حسبقني يعني ما معود، خلينا نشوف شنو عنده هذا. وداني على صوب كان يقول لي انتم في المجلس البلدي الكويت كثر يعطونكم رواتب؟ يعني انا قلت خلنا اسبقه، انا قلت له انتم ايش كثر يعطونكم؟ قال احنا 250 دولار بالشهر. انا خاف اقول له 1500 دينار اخترع. اخترع وتحوش يعني مثل هذا. فقلت له والله احنا بعيدين عنكم، يعني احنا وهذا هاي يسمونه يعني تمثيل، يعني ما تطور ما هو وتكليف ما يعني. هو اي هذا نعم فما حاولت ما يسمونه هذا. فهذا لحد الان انا اتذكرها شلون قال لي موضوع شخصي. بينما نلاحظ يعني في أبو ناصر أنه المجلس البلدي في أي بلد في العالم يعني أكثر مؤثر حتى في القرارات، يعني صحيح، ولا يعني قرار منفصل يعني لا لا بمعزل لا عن. مجلس بلدي في كل دول العالم، نعم في كل دول العالم يعني تصور حتى من الدوحة البلدية عندها سلطة مناطق عندها. لما تيجي في لبنان القرى الموجودة يمكن حول عندهم 1200 قرية، هالقرية هذه عندها مجلس بلدي، هي مسؤولة عن الشرطة وهي مسؤولة عن المطافي وهي مسؤولة عن 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 التراخيص وهي مسؤولة عن أمور كلها. يعني لا يحسمون احنا للأسف يعني ضايع بين متاهات هالوزارات الإدارات. ايه نعم والبيروقراطية مالتها والتدميرية هذه. يعني هذا الأساس المفروض الآن يفكرون انه شلون يعني يفصلون يخلون البلديات المحافظ او عن طريق المختار. يعني احنا عندنا مختارية بس اكيد ما عندهم لا حول ولا قوة، ماكو قاعد في هالمكتب هي لو واحد مال لغامة قال ها بسجل قال طخ حكم عليه وش. أبو ناصر نتوقف في استراحة قصيرة عزيزي المشاهد، ثم عودة لاستكمال حديثنا عن البلدية والحديث طبعا ذو شجون.
عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي السيد بدر ناصر الحميدي. أبو ناصر، قضية يعني المجلس البلدي أعتقد أن تمكنت فيها في عضوية المجلس قرابة 4 سنوات، ما هي أهم القرارات التي اتخذت في الفترة التي كنت فيها عضو، وأهم المصاعب التي تواجه عضو المجلس البلدي؟ أنا راح أكلمك بصراحة. يعني العضو مجلس البلدي يعني دائما لما كنا إحنا كأعضاء مجلس البلدي، والمجلس البلدي بقوانينه يعني كانت له هو بروحه يعني صاحب القرار هو. فكان ضغوطات كبيرة تأتي، يعني ضغوطات كبيرة جدا من تعرفي مصالح المواطنين، مصالح الشركات، مصالح هذا. بس أنا أعتقد أحسن قرار أخذته باللجنة الفنية عندما حولنا شاطئ الشويخ، هذا كان بيحطونه تجاري، وانا اعتبره هذا متنفس للمواطن. نعم. ايه، فهو كان مطروح على بيت التمويل، فايزين في بيت التمويل انه تم ياخذون. منقصة هنا. ايه، فاحنا وضعنا شروط على اساس اذا تبي تاخذ هذا في شروط معينه لازم تسويها. هم قالوا لا، هاي شروط ما نقدر نقبلها. هذا قلت كيفكم تنسحبون يعني، فانسحبوا منا. فحنا حولناه الى اللي تشوفونه الشاطئ الان، هذا الممشى وهذا مع جزاه الله خير احمد العدساني، وهذا اكثر تبرعوا فيه شركات القطاع الخاص. خاص. نعم. كلمناهم احنا وجزاهم الله خير، يعني ما قصروا، من الصالحيه وغيرها وغيرها يعني شركات، هم قاموا بتنفيذ هذا الساحل اللي تشوفينه يمشي من عند لما كان في ماريو وزار. في نعم. عند فاهم الاول الى ما قصر السيف، ممشى ومتنفس للبشر. فهذا انا اعتبره احسن قرار إنجاز. اخذناه في 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 هذا. ني حق السلبيات الكثيره في المجلس، يعني للاسف ان هو ينجز. يعني كنا اتوقع، يعني كنت اتمنى ان المخطط الهيكلي اللي دائما الدول تمشي على مخطط معين، يعني على حسب الكثافه السكانيه، على حسب المرتفعات، وتحط المخطط الهيكلي، ومن ضمن المخطط الهيكلي هاي تمشي عليه اسس البلديه كلها. يعني نعم. للاسف حاولنا مرارا وتكرارا، وحنا لما كنا يعني ان يعطونا تصور كامل ومخططات كامله للمخطط البلدي، ما ادري هل هو مقصود او مقصود. يعني لان المخطط الهيكلي لما تضعينه ترى لحد الان ما وضع، يعني شوف السين كلها، لان هذا يحدد لك نسبه الكثافه السكانيه، نسبه البناء. ماكو واحد يسوي 4 طوابق ولا واحد 3 طوابق ولا هذا طابقين ولا هذا كذا. يعني تشوفين بيت ولا مبني 5 طوابق ولا 4 طوابق. وتشوفوا اليوم طابقين باشر ايه ثلاثة ايه يعني. يعني تروحين دول اخرى، يعني شوفي في لبنان، مو انا لو كنت اروح لبنان، في لبنان ومناطق مثل الفالوغه وغيرها، مستحيل مستحيل تخالفين متر واحد. شوفي هذا لبنان اللي ما عندها يعني قوانين مثلنا احنا، مستحيل تخالفين متر تعتقد واحد. شنو السبب في هذا التسيب؟ يعني أكيد هو تسيب، يعني مصالح إيه، انا تبي يعني القانون لا يطبق، هو قوانين مؤكد هي هي موجودة، مصالح ام خالد. هل يعني قوة المصالح تفوق اي القوانين؟ قوة المصالح تخفي من هذا، لان لا يعقل، لا يعقل. عندنا من افضل المهندسين بالبلدية، ناس شباب يعني تعتمدين عليهم اعتماد كلي، خاصة لما كان بوقتنا احنا. لما تيجي تقول عن المخطط الهيكلي، هم يسوون المخطط الهيكلي، هم يضعونه، لان هو ولد البلد، هو يضع المخطط الهيكلي. شنو يحتاج فلان، يعني المنطقة هذه ايش تحتاج؟ فيحدد. بس لما يوصل بالنهاية يتعربك، يعني مثل خيط النايلون قاعد يتعربك. تعال بعدين يجون يفتشون خيط النايلون هذا، على ما يطلبون خيط واحد كامل بيجونه يتعربك مرة ثانية. ولين اليوم هذا للأسف، يعني هذا يعني حرام على 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 الكويت إنه ما يصير فيها مخطط هيكلي. ما تعتقد محتاجين إلى يعني رجال أصحاب قرار جريء في التصدي لهذا هو التسيب؟ طبعا شوفي، انا قاعد اقول لك يعني انا مارست عملي في الاشغال، يعني وتجربتي في القرار. اذا كنت صاحب قرار ما حد يقدر يوقفك،
إذا قرارك أنت بتحطه سليم. مستحيل أحد يوقفك. نعم إيه. لكن إذا متردد بالقرار أو ما يعني بين البين، لا ما تمشي. شو اللي يخلي المسؤول يعني لا ينفذ قراره أو يتقاعس أو يتقهقر فيها؟ احنا هني للأسف يعني صار، للأسف يعني وأقولها بمرارة، يعني صار حب الكراسي ووجوده بالكرسي أكثر من حبه للعمل والوطن. يعني أنا لما أي ويختاروني ويقول لي عندنا بنحطك في المكان هذا، زين أنا ما أنظر للكرسي هذا وجوده يوم واحد ولا 40 يوم ولا سنتين ولا 4 سنوات، أنا أنظر إلى شنو بسوي وشنو اللي أنتجه حق بلدي وأهلي. الآخرين بعض البعض للأسف، وهذا اللي خلانا يعني نكون يعني ماكو قرارات، إنه ينظر للكرسي هذا إنه يحافظ عليه أكثر من حرصه على أكثر أنه من ينجز. حرصه على هذا. نعم وهذا نعم الحقيقة مخالد اللي خلانا نتراجع الغرار بين قوسين القرار. القرار. نعم طبعا ننتقل بك الآن إلى العمل في يعني في الوزارة. كيف تم الاختيار وكيف؟ والله الاختيار انا كنت في مجلس بلدي، يعني كلمني مدير مكتب الشيخ، كان انذاك صاحب السمو هو نائب رئيس الوزراء. وزراء ووزير الخارجية، وكان عين رئيس مجلس وزراء نعم واختيار وزراء، فكلمني وقال لي الشيخ صباح يبيك. فرحت له فقال انا والله بعرض عليك وزارة الاشغال والاسكان، وان شاء الله يعني تقبل فيها الامر هذا. قلت والله انا شرفني اني اشتغل. قال راح يكون معك فلان وفلان وفلان، يعني محترف بي 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 بالطرح، يعني الخبره يعني طبعا لها دور. لها دور، عرفتي ايه. ف قال لي راح يكون معك فلان وفلان وفلان وفلان. قلت والله انا اتشرف. وكان ممكن ما يقول لك معك فلان اي لا وفلان لا، يعني هو قال يعني ما راح يكون وفلان. فلاني شويه هذا وزير الاوقاف فلاني وهذا، يعني لا انا اعتبر هذا احتراف، نعم هذا يعني هذه طبعا هاي تمرس، ايه. يعني مو هذا يعني عشان يشوف هل التشكيلة هذه تقدر انت تعمل من اي هل ضمنها. انا اقدر اعمل معاها نعم ولا تكون صحيح. اقوى مني، ايه. يعني ممكن تكون مشكلة تشكيلة. ممكن في شخص انت ما تقدر تشتغل معه تقول اعتذر. لا مو عن هذا، ايه. يعني هو انا اعتقد القصد الاساسي ان هذه التشكيلة ايه. وهذا الوزراء يعني يمكن انت تشوف نفسك ضعيف بينهم، فتقول والله انا ما اقدر، يعني هذول اقوياء. مثل واحد بدش بدش بيلعب مع فريق قدم، يشوف فريق القدم اللي هذا كله يقول عليه، فهو ما يبي كله يخسر، فلازم لما اكون انا في المجلس يكون لي دور بعد انتج. صحيح. فهذا العرض اللي كان علي، ان عرضوا علي يسمونه. فالحقيقه كانت يعني انا فرحان وبنفس الوقت ما نمت بالليل من القلق، لان تعرفين عمليه تحدي، يعني الشيخ صباح ما اختارني الله يحفظه الا يعني يجب اني انا اثبت له واتحدى واطور. وذيك الساعه كل شيء نايم عندنا، لا مشاريع موجوده ولا اسكان موجود، يعني فالثقل كان على هذا. لذلك انا اقول لك لما رحت وزاره الاسكان واول يوم اداوم فيها توقعت انه يعني العمل، فقالوا لي المسؤولين قالوا والله ترى احنا عندنا 600 مهندس ما عندهم شغل الان. هذه صدمه. يا الثاني كان يقول لي ترى ما عندنا اراضي نوزعها للمواطنين الا عندنا ارض عبد الله مبارك، وهي قاعدين نتكحل فيها شوي شوي. انا شفت الريال اللي واحد داش 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 غرفه وفيها ضوء بسرعه ويطفي الكهرباء، تطفي الكهرباء ويصير ظلمه كذي، شفت الدنيا ظلمه قدامي. بس الحمد لله الله سبحانه وتعالى عاني. وما اعتقد ان واحد ما يقدر ينجح اذا كان عنده قرار. نعم وكان انا الله يحفظه الشيخ صباح داعمني دعم كبير جدا يعني في المجلس. فيبنى الاراضي على شوف هنا جابر الاحمد شلون يبتوهم. شلون ابنهم؟ علاقتي مع المجلس البلدي نعم. اول وحده كانت الارض على الرجال، منطقه الرجال اللي صباح الاحمد، كنت انا مخططها ومسويها لما كنت في المجلس البلدي. جبت لي مهندسين من الجامعه ومهندسين بلديه وخططناها، نفس المخططات الان موجوده هناك عندهم.
فكانت منطقة عرفجان هذه حدتني 11000 قسيمة وشوارعها، حتى شوارعها سويتها مثل شوارع العدلية والخالدية كبار، الداخليات خليتهم 22 متر والبرة خليتهم 36 متر والمساحة 600 متر، وخليت فيها ارتداد القسيمة على أساس شنو تعرفين ترغبين المواطن أن يكون يروح موجود فيها. مكان إيه أبعد يعني. ووضعت فيها كل احتياجات الدولة، يعني للمواطن مدارس إلى مجمعات أسواق الحكومة كل ما يحتاج، يعني الواحد لما يكون هاي يسمونه سيلف كونتين. اكتفاء ذاتي يصير إيه عندنا. نعم. هذه كانت من ضمنها. يابر الأحمد كانت في منطقة جنوب الجهرة، الجهرة إيه هنا. نعم. فهم أخذناها. اللي أغرب من هذا كانت غرب الدوحة. غرب الدوحة هذه حديقة كان مسويها الله يرحمه الشيخ زايد معطيها أيام، وأهملت وماكو شيرها، ميت وكله وكبيرة وعلى البحر. فقلت حق محمد عيد النصار مدير البلدية، قلت له أنا هذه باخذها حق الإسكان. قال هذه ما يصير، شلون هذا؟ قلت له باخذها حق الإسكان، باخذها سيب الكمبيوتر مالك وخلنا نسوي كتاب ونروح حق مجلس البلدي. مجلس البلدي وافق، أنا عندي طريقتي مع مجلس البلدي، وافقوا. خبرة إيه المجلس البلدي. أخذنا نعم. منطقة غرب الدوحة هذه. نعم. هذه أول مرة أسوي فيها تخطيط عمارات، اللي تشوفين العمارات اللي فيها هذه جيدة والله. أنا مسويهم، هذول إيه. سويتهم على 400 متر، إيه. يعني مساحتها يعني قلت انا بسوي 400 متر اساس اقارن من ياخذ بين قسيم البيت. 400 متر. نعم. اي مثل يابر الاحمد خلينا جزء اللي طلع البحر بعمارات واللي داخل قسايم. بدينا بسعد العبد الله، بعدين بدينا بالمطلع، يعني وفرنا القسايم الموجوده هذه. بس للاسف لحد الان ما وفروا بعض، وماشيين على حسب هذول. شنو بين فترة وثانية تثار شكوى بأن هناك أرض يعني موقوفة على شركة نفط الكويت ما تفسح فيها لأنها احتمال تكون أراضي، لا هذه هذه انا كيف اي هذه انا تغلبتوا اي عليها؟ هذه كنت انا اطلع الشاليه ومر عليها اشوفها ارض فاضيه. اي وهذه منطقه مرغوبه جدا، يعني جد قبال فهد الاحمد منطقه تقريبا. فقلت خلنا اجرب حظي اشوف المدينه. فجبت البلديه اعطوني كروكي مالها وكذا وهذا، قالوا هذه ارض زمان. قلت يبقى عيننا بيها، خططوها وسووا كتاب يعني بيعطوني اياها. احتجت شركة النفط قالت هذه احنا كذا وهذه كذا، وصارت يعني هذا. احتكاكات. قلت لهم هذا اقدر اطلع فيها 5000 قسيمة يعني، وتنفع اهل جنوب المنطقة يعني. وطلعت من الوزارة وهم في في جدل. حالة في جدل، انه يقول لك هذه احنا شركة النفط تابعة لنا، وهذه البلدية تقول لك مو تابعة لكم يعني. وهذا اللي صار الحقيقة. انا سبب المشكلة هذه اني جبتها. وما حلت لحد ما الآن. حلت على حد الآن. طيب شنو كان يعني آلية العمل؟ أنت وزير إسكان ووزير الأشغال في نفس الوقت، هل تجد أن هناك من تجانس بين الوزارتين؟ لا ما في تجانس يعني بين الاشغال والاسكان، ما في تجانس يعني. ما في مثلا تقولي مثلا الكهرباء والماء، الكهرباء والنفط، يعني في تجانس في العمل واحد يعني. النسبة للاسكان يعني مشت على ان الاسكان والاشغال، الاسكان والاشغال، وصارت يسمونها. ولكن التقارب معاله يعني ما كان يعني اساس عمل الاسكان يختلف عن اساس عمل يسمونه. بالضبط اي بالضبط. يعني الاشغال تربطك علاقه ب 7000 موظف عندك، وتقريبا 700000 مواطن يعني لهم علاقه مع الاشغال، بالنسبه لبيوتهم، بالنسبه لشوارعهم، بالنسبه لهذا. تين حق الاسكان، الاسكان علاقتها مع 2500 موظف موجود عندي كان ذاك الوقت، وكان عندنا تقريبا 50000 طلب اسكاني، يعني هذول التعامل معاهم. فكان ثقل الاشغال ومشاريعها طبعا اثقل من يسمونه، لان الاسكان جبت لهم انا المشاريع، وعندنا كان مهندسين يعني كويتيات يلبسون العبات، ترى ما يلبسون، يلبسون عبات، وعندهم ماجستير ودكتوراه. هم اللي سووا غرب الدوحه، هم اللي سووا منطقه جابر الاحمد، هم اللي يعني اشتغلوا فيها، عملوا فيها هذا. فيعني التجانس بعيد، لكن انا حبيت الشغل فيهم. ما تعتقد يعني مسؤولية جسيمة على الوزير أن يكون
وزير لوزارتين فيهم كثافة عمل وكثافة منجزات، ومطالب بأن باستمرار يكون هو وزير منجز. ايه لا شوفي، خلينا اقول كمان وزير بالكويت يعني عامة، اذا خلينا لما يكون عنده وزير يعني وزارة خدمات، يعني ما اتكلم عن وزارة عادية، وزارة خدمات يعني مثل الاشغال، الاسكان، التربية، الامور هذه كلها. تصوري يوم الاحد مجلس وزراء، كنا ما عندنا عطلة يوم السبت، يوم السبت اجتماع لجان مات مجلس الوزراء، يوم الاحد الاثنين والثلاثة اجتماع مجلس الامة، زين الأربعاء اجتماع باللجان مجلس الأمة، ها الخميس اللي عندك تشوفين يعني تشوفين شغلك يعني من هذا يعني ترتبين هذا. فالوزير بالكويت يعني بالطاقة هذه أنا أعتبره سوبرمان، ما يقدر صحيح. يعني يعني الضغط عليه والهذا بين مجلس الأمة مجلس الوزراء الوزارات، فما بالك لما تكون وزارتين ومطلوب إنجاز. لا وأنا زودوها أعطوني وزارة الإعلام. نتوقف هذه عزيزي المشاهد في استراحة قصيرة، ثم نعود إلى وزارة الإعلام. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي السيد بدر ناصر الحميدي. وناصر، نتوقف عند وزارة الإعلام، وأنت طبعا جئت لوزارة الإعلام من الأشغال، من الإسكان، فهذه المفارقة والله هذا عجيب يعني، حتى انا ما مصدق. صعبة كانت. لا 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 انا ما عندي شيء صعب يعني، الحمد لله، يعني الحمد الحمد لله يعني لله. اذا ما قلت لك، اذا انت صاحب قرار وعندك نعم القدره وعندك الرؤيه وعندك الـ 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 والروح الوطنيه انك انت نعم بتنجز، ما اعتقد ان في واحد ما يقدر ينجز. لا انا صعب علي اني كنت اني انا اصير وزير الاعلام، يعني بعد ما استقال ابو طارق، فانا اسولف مع المعتوق، المعتوق وزير الاوقاف والشؤون الماليه يمي، فحنا قدامنا بمجلس وزراء وزراء كل واحد على وزاره وزاره واحده، نعم يعني المعتوق عنده العدل والاوقاف، انا عندي الاشغال والاسكان، نعم فحنا ضامنين انه ما راح يعطونا اياها بالوكاله. فانا اقول حق المعتوق، منو هالانتحاري اللي اللي يعطوه. بياخذ الوزاره؟ قال المعتوق بين هالاثنين هذول كل واحد عنده وزاره واحده، ووزارات خفاف ممكن فيعطونا يقطونها واحدة عليه. انت. ايه انا ما وعدت للشيخ ناصر ياشر لي، كان يقول المعتوق ترى الشيخ ناصر يبيك، واروح له. نعم طال عمرك. قال انا ابيك تصير وزير اعلام. قلت له انا اصير وزير اعلام؟ انا صفر في الاعلام، انا شغلي كونكريت، شغلي بنيان، شغلي كذا، شغلي هذا. قال والله هاي تعليمات صاحب السمو. قلت والله صاحب السمو ما اقدر ارد على طلب، لكن متى؟ قال حد اسبوع 10 ايام يجيب لنا واحد. ذيك الساعه الاعلام كانت لها اشكاليه مع مجلس الامه، يعني استجوبه كان العلاقة متوترة. ايه كان ابو الحسن، وبعدين نعم. ورا شو اسمه انس، وبعدين ورا السنعوسي. كنا ايه، فقلت له اذا اسبوعين امرها يعني هيا يسوونها. نتحمل فرد حق المعتوق قلت له انتحاري انا. ايه بس القرارات اللي طلعتها على طول بنفس اليوم، بس الدقيقه كلمت الله يذكره بالخير مدير التلفزيون الرئيس علي الرئيس. علي الرئيس، ناديته ابو محمد، قلت الحين انا وزيركم، انا ليله الخميس وليله الجمعه ما ابي اشوف موضوع حواري بالتلفزيون كله، ابي سامري طقطق. اي وطقطقه ونهمه وهذا واصوات طول الليل، يونس الناس. لا تخليني ليله الجمعه انتوا تحطوا ليله الجمعه واحد حوار من لا خلق حول سياسه ما سياسه، لك باقي الاسبوع لكن هذا ترى هذا. قال خلاص، قلت له من الاسبوع هذا احنا يوم الاحد، قلت له ما يمدينا، قلت يمديك تروح الحين شريط تروح حطه، ما في ماكو. مشكلة. ايه المهم عدنا النايب خالد العنزي كان مدير التلفزيون، قلت له شوف بالاذاعه ما ابي اسمع اغاني الشبابيه هذه، فلان هذول اللي طقطقون. يعني هل هل الحديثة يعني. ايه هذه ابي عود دوخي، سعود الراشد، ها هذا تحطونهم ام كلثوم، هذه الاغاني ما ابي اسمع هذه، هذول حطهم بالشبابيه عندكم مالت الافه مالت الشباب وده فيهم امر، ترى دير بالك اذا سمعت ارسل لك مو شيء. اي المهم والله يوم خالد يلتزمون كلهم. انا مره قاعد بالشاليه، طبعا الربع كلهم مستانسين اللي بالوفره واللي بالشاليهات يحطون التلفزيون والسمره عندهم تصير يعني هذا. اي ف يعني تليفون بطل، انا اجاوب على كل تليفون،
على فكرة يعني ما أرد يعني لا سكرة ولا هذا، أي واحد يدق لي تليفون أرد. ولا تحاكيني واحدة كبيرة بالسن، منو معاي؟ قلت لها والله معاي تفادي الحميدي. كانت تقول هلا ابو وليدي، شلونك؟ طيب ان شاء الله. انا فلانه بنت فلان. قلت حياك الله. قلت انا اكيد تبي شغله بالهذا. كانت تقول تصدق طلعت العطاس اللي براسنا. شنو؟ كانت تقول والله طلعت عطاسنا، احنا الحين صرنا تيمع ها اي، وانا وطقتي وانا من ربعي ونحط هالدويو مال الشاي وحاطين التلفزيون، يا شايفين عواد هذا عود المهنة، ويا شايفين كذا وهذا، وجزاك الله خير والله قلنا بندق عليك ونتشكر منك سوى والله زين. اي. فهذه خلتني الحقيقه اشعر يعني بالسعاده اني انا على الاقل سويت شيء في يسمونه. وامسك الاعلام 6 اشهر، مو اسبوعين. اي كل ما هذا شاف مجلس امه طاخ يعني قالوا استمر شوي، ما حد حكي إيه. راحه ومخلي كل ما مر قال لا انا بعد اصبر من فراك يعني. ليه ما استقالت الحكومه؟ وانا ذيك الساعه اعتذرت من الحكومه مره واحده نعم. طلعت انا. الآن طبعا بعد خروجك من يعني الحكومة اتجهت إلى العمل أيضا، عدت إلى عملك السابق اللي هو الأعمال الحرة، العقارات وياها نعم. إيه. كيف تشوف الفرق بين إيه. لا فرق كبير يعني، فرق كبير يعني. أنا أول أدش البيت يعني بدون مبالغة الساعة 10، 10:30، أمرار 11، أطلع من البيت الساعة 3 الفجر. فجرا إيه هذا اللي أم ناصر ضجرت من هالعملية هذه، قالت أي استقالة الحكومة وهذا أحلف حلف يمين إنك ما تدش معاهم ولا هذا. هذا اللي قلت احترف من الشيخ ناصر إني ترى أنا ما أقدر. فكان العمل يعني أنا أقول لك اللي بيشتغل يعني أكو وزراء يدامون الساعة 10 ويطلع الساعة 12، عرفتي؟ أنا لا، أنا داوم الساعة 3. هذا حسين العتيبي موجود مدير مكتبي مسكين تعذى معاي يعني دوام هذا، لان شنو انا اخلص البريد مالي كله، ومن الساعه 7 اتفرق لعمل الوزاره. نعم. ان كانت عندي مقابلات، ان كانت عندي كذا، ان كانت مشاريع اطالعها، ان كانت هذه يعني. شفت شارع جمال عبد الناصر احنا مسوينه، شارع الجهر المعلق احنا نعم. مسوينه، دوار الدائر الخامس نعم. مارويثيه الحقيقة إنجازات يعني يعني الواحد ما يعني ايه يقدر تدري ينكر. ليش؟ لان معاي كان شباب بالوزارات وانت عندك يعطوني يعني الطموح ايه. بان تسوي شيء حق لا الكويت. وكان الشيخ صباح دعمني نعم. يعني الله يعطيه ايه الصحة ايه والله كان والعافية. يعني الله 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 يعطيه الصحة والعافية، طول عمره. كان هو نعم. الداعم. وحتى لما الشيخ ناصر المحمد هم يعني وقف، لان انا اعتقد هم لما يشوفون واحد قاعد ينجز بيشتغل. نعم. وقاعد يرتب يعني هذا امور نعم. يعني كثيرة. سوينا ما شاء الله مشاريع ما في تح ما رزق عليها يعني. خليني اقول لك عن مشروع فيلج. انا حزنت على مشروع فيلج. مشروع فيلج سووه القطاع الخاص 9 شركات، يبغى لهم اكبر مستشارين بالعالم، بالعالم استرالي وامريكي وانجليزي، وكانوا اصحاب القطاع الخاص عبد العزيز الدخيل، التجاري العقاريه يعني شركات يسمونها. شركات كويتية. نعم. فخلصنا على فيلج كلها، خلص شلنا المعوقات كلها اللي فيها. حتى الشيخ صباح الله يحفظه قال لي بدر انا ما بيكون فيها سيارات. فعملنا تلفريك وعملنا تاكسي بحري يعني، عملنا مجمعات فيها مارينات 2850 شاليه يعني. تطلعين من الشاليه تبي تروحين مارينا تاكسي بحري او تروحين بالتلفريك يعني. مشروع انا ضخم. شفته ما اعتقد انه بالعالم كله والله مشروع هذا متعوب عليه، والمفروض ننفذه في 2006 ما نفذنا. ليش؟ القرار ننطر القرار. احنا لحد القرار الآن ايه؟ ننطر القرار، والحقيقة كل شعب الكويت ينطر القرار، خاصة فيليتش تمثل للناس يعني مكان مهم. فيليتش نعم وبوبيان، كان نعم بوبيان صحيح. مسوين فيها منتجع طبي من الطين، نعم. ومنتجع شاليهات، والصوب الثاني على الخور الصبية سوينا فيها مناطق سكنية يعني تباع بالمزاد العلني، مو اسكان يعني متاع ثاني يعني. كانت حقيقه مشاريع يعني. اشوي تلاحقنا سوينا مينا المبارك، احنا سوينا هذا. طيب الآن لو يعني
كلفت بأن تعمل مرة أخرى في الحكومة كوزير كوزارة؟ لا ما أقبل الوزارة. عشان تكمل المشاريع هذه؟ أكمل مشاريع في طريق أخرى ولكن نعم. مو بوزارة. يعني تعرفين الوزير بالوقت الحاضر، الوقت الحالي هذا تغيرت منهجيته ماله. قلت لك أنا منهجية الوزير تغيرت. أنت تلاحظين إحنا صحيح. عندنا كان استقرار وزاري كان على زمن الشيخ الصباح الله يحفظه 3 سنوات. يوم توفى الشيخ يابر الله يرحمه قبل يروح الجنة، يا الشيخ ناصر لمدة سنة بعدين استقالت الحكومة وأنا طلعت منها. يعني كانت 4 سنوات عمل وزنية. الآن الوزارة تم سنة سنتين سنة ليس ونص. هناك من استقرار أي وزاري، يعني صحيح، أهم شيء يكون في استقرار. استقرار لو عشان في استقرار، نعم. لو أضمن أنا في استقرار 4 سنوات أقبل، لكن إذا ما في استقرار سنة وسنتين لا ما أقدر أنا. لكن أنا أعتقد أن الإنسان يقدر يعمل في أي مجال بالنسبة لي. وبأي صفة يعني، حتى لو مش صفة وزارية اي صفه ممكن هو أي صفة. الانسان انه نعم. يعمل البناء. بس انا المهم اقول حرام على هالمشاريع إنما انما نعم ما تنفذ. يعني نعم في طرق المفروض ننفذها نسويها، يعني ما نفذت. أبو ناصر، أنت ذكرت في سياق الحديث بأنك أنت يعني قضية الرياضة، وأنت كما أعلم لاعب قديم، سباح. سباح قديم رياضي، هل لا زلت تمارس هذه؟ والله اسبح. يعني عندي حمام سباحه في البيت، اسبح فيه بالبحر اسبح. والحمد لله اللياقه لحد الان يعني الحمد زينه لله. موجوده. بس لما كنا احنا بالاوائل السبعينات بالستينات او اخر الستينات، يعني كان الله يرحمه عبد الله يابر، الشيخ عبد الله يابر، يعني كان هو الرئيس الفخري للاتحاد المسافات الطويله. كنا سبحنا من كابري الى نابولي خليج كامل طوله 36 كيلو من الصبح الساعه 7. انا وصلت نابولي الساعه بعد 9 ساعات، الساعه 5 شويه، 5 5 المغرب الا شويه. يعني اخذت 9 ساعات وربع سباحه، إن شاء الله. الرابع بالعالم يعني. وهذه اول مره تصير بالتاريخ يعني انه يسمونه. فالرياضه كانت رياضه اول، يعني ما كان لها يعني نحب النادي. يعني لما كنا نادي الخاصيه احنا نشغل بنادي الخاصيه، ويعني ونحب نادي الخاصيه ونشجع نادي الخاصيه طبعا للان يعني. بس اول كانت لها تشوفين شيء. الحضور نعم الجماهيري سواء بالسله نعم بالطائره باليد بالسباحه بكره الماي، هذا حضور جماهيري كثيف جدا. يعني نعم كانت الرياضه رياضه اول. نعم الآن طبعا أنت رجل خدمت في الحكومة والقطاع الخاص على مدى سنوات طويلة، كيف تستقرأ ما يقدم الآن من مشاريع، من أفكار للشباب؟ والله انا للاسف يعني الحكومه ما هي مع تطوير كامل للشباب. يعني انا قدمت عده اقتراحات، يعني مثلا اعطيك على سبيل المثال، مثلا لما تيجي على مثلا نادي الغاصيه والنادي العربي ونادي كاظمه ونادي ذولال، فقدمت اقتراح لرئيس مجلس الوزراء. قلت له احنا بهذه نقدر نطور النادي هذا ونخليه يصير نادي عائلي ونادي رياضي، نادي عائلي للمنطقه نفسها. ها يكون فيها حمامات سباحه مغطاه، فيها ملعب يعني قدم رئيسي جيد، فيها ملاعب تنس، ملعب سكواش، ملعب هذا، حدائق، مطاعم، مسارح، تكون منتجع يعني اجتماعي شعبي لاصحاب المنطقة المنطقه. نعم. ساحه للسيارات، هذه اشغل الشباب واشغل الامور هذه كلها. وعندنا 14 نادي، الدولة عندها خير ونعمة، خلنا نشتغل نادي نادي نسوي ونطوره. قدمت شيء مكتوب، يعني قدمت ان يسوون حلقة الحين بيسوونها الظاهر ان شاء الله، اللي هي السباق سيارات. بدل ما تخليني قاعد يعفطون بالفات هذا، حط لهم منطقة واضحة وسنحها في للشباب. يعني في أفكار افكار كثيرة. نعم يحتاج الشباب كثير من نعم المشاريع نعم الحقيقة. اي نعم والله. قبل لا ننهي لقاءنا أبو ناصر، هل من كلمة تحب تقولها في ختام هذا اللقاء؟ والله انا اولا ابي اقول عنكم انتم المخضرمات، يعني الوذيعات اللي يعني اللي مروا على تلفزيون الكويت، والحمد لله لا يزال يعملون يعني ويقدمون العطاء الكامل حقيقة. هذا لازم يكرمون، لازم يعملون لهم، يعني ما يكونون على 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 يعني. المفروض ان وزارة الاعلام يعني، ولو يسمحوا لي اني اتكلم بالنيابة عنهم،
ان يعني بالعكس انا انظر الحقبة هذه من المذيعين المخضرمين اللي طلعت الاذاعة والتلفزيون على اكتافهم، حتى ان اكون ممثلين لما يمثلون الجهينة والامور هذه كلها، يعني نعم صحيح. هذا يسمونه. الامر الثاني انا طبعا اشكركم وعنائكم انكم يعني تعبتوا والاخوان كلهم جميعا، وقدمتوا شيء اني انا كنت ودي يعني يعني اتكلم عنه، ويعرف المشاهد شنو قاعد يصير في اموره، وان شاء الله مستقبلا يعني نرى المشاريع إن شاء تنمو الله بدولتنا إن ان شاء شاء الله الله. وتزهو وترجع كما كانت واحسن درة الخليج العربي. نعم عزيزي المشاهد، في ختام هذا اللقاء نشكر ضيفنا على هذا الحديث الطيب الممتع، السيد الوزير الأسبق وزير الأشغال والإسكان، السيد بدر ناصر الحميدي. شكرا أبو ناصر، وتحياتنا لك. مشكورة مشكورة شكرا.